الحمد لله ده التوفيق من الله سبحانه وتعالى والاجتهاد ديال المكتب المسير والاجتهاد ديال اللاعبين. الحمد لله كاين فريق كاين والمحيط ديالو متضافرين جهود باش نمشيو بهذا الفريق من بر الامان، وكنتنبأ له الحمد لله يكون عندنا مستقبل كبير مع هذا الفريق هذا. فيها الهزيمه وفيها التعادل وفيها الفوز، اليوم تعادلنا، باقي الايام ان شاء الله دابا نوجدوا المقابله ديال اسفي ومن بعد نوجدوا المقابله اللي موراها اللي هي نصف النهائي ديال كاس العرش. اكيد ان شاء الله، حيت الميركاتو اصلا تجعل باش يصلح النقص اللي يمكن يكون في الفريق، يعني ضروري خصو يكون بعض الانتدابات اللي هي قليله. الفريق الحمد لله اليوم متكامل، كاين بعض النقائص اللي غادي نعوضوها في الميركاتو ان شاء الله. الجمهور شكرا، تحيه كبيره للجمهور واللي حج اليوم المدينة برشيد، واللي ماشي غريب على الجمهور التطواني اللي دائما مع الفريق ديالو مساندو في السراء والضراء. محطات مهمة هذه اللي مقبلة، تضافر ديال الجهود ديال جميع الفعاليات ديال الفريق والجماهير ان شاء الله غادي يتحقق المبتغى، وان شاء الله لما لا اللقب ان شاء الله. شكرا. شنو نقول لك؟ الحمد لله المباراة دازت مزيانة، نقطة ولا والو، غنمشيو لتطوان الحمد لله وغادي بنقطة في الجيب ديالنا كي كيقولوا، والحمد لله راه كاع الناس كيشوفوا المقابلة كي دازت، كتبقى في الصدارة الحمد لله، وبطبيعة الحال بحال هاد الجماهير ديال تطوان كيتبعوك الحمد لله، كيديروا فيك واحد التحفيز وكيعطوك واحد النفس اللي غتكون فيها الحمد لله مزيان، وحنا غاديين في اتجاه صحيح الحمد لله، هادشي ما يأثرش علينا، باقي الحمد لله ماتشات جايين. وكي كنقول انا الحمد لله اللعابه كنقول لهم فيليستاسيون على هذا المجهود هذا اللي داروا باش جيب نقطه من برشيد. برشيد ما ساهلاش، واخا خسروا خسروا خسروا، راه كاع الناس كيشوفوا برشيد كي كانت العام اللي فات، برشيد كتبقى فريق كبير، وكنقول ميرسي بهذه النقطه اللي مشينا بها. واش نقول لك اخويا، يحس لنا الشرف بعد اول حاجه باش وصلنا للدومي فينال وغنلعبوا مع فريق كبير كحسينة اكادير، واش نقول لك بالنفس وبالقلب اللي تابعنا من ورانا كجمهور تطوان كمدينه تطوان، كل شيء معنا الحمد لله، كل شيء واقف معنا، بالنسبه لنا حنا راه شي حاجه كبيره بالنسبه لنا، وما غنخيبوش الامل ديال الجماهير وديال مدينه تطوان، غنكونوا ان شاء الله في المستوى، وحنا موجودين 200% ولا 300 في 300% باش نأديو شي مباراه تكون جيده، والكره فيها خسران ورباح، يحسن لنا الشرف وصلنا بعد دومي فينال، هذه بطبيعه الحال راه بالنسبه لنا حنا شرف كبير، ونتمنى من الله نهزوا هذا الكاس هذا، حيت اي لعاب واي واحد يتمنى يهز هذا الكاس هذا. اول شيء يعني باللي كان جاني العرض ديال الفريق المغربي التطواني بصراحه ما ترددتش، انا اللي صارعت عند المسؤولين ديال الفتح الرباطي من اجل لانني ما لقيتش راسي في الفريق ديال الفتح، وقلت لهم زعما يخولوا لي انني باش نجي للمغرب التطواني، وانا فرحان زعما الحمد لله يعني جاتني هذا الفريق انني نعطي كل ما عندي في هذا الفريق ان شاء الله باذن الله هذا الموسم. اول شيء يعني تعرف ان كره القدم كل سنه وكيف تتمر، احنا كنا واعيين بهذه المسؤوليه ان العام اللي فات ان كانت الفريق كان غادي يطيح الدوزيام سيري، هذا هو اللي عطانا واحد الدافع اننا ما نعاودوش نفس الموسم اللي قبل، والحمد لله كانت انطلاقه جيده، يعني دابا حنا في النصف النهائي ديال كاس العرش، وتا في البطوله حنا مصدرين، جينا لمدينه برشيد على اساس باش نزيدوا نزكيوا الصداره ديالنا، والحمد لله حتى نقطة بالنسبة لي أنا جد إيجابية لنا، نزيدوا نشتغلوا نزيدوا نخدموا نزيدوا نشوفوا المقابلات، دائما تنقول أننا نزيدوا نشوفوا القدام، تتعرف أن الكرة دائما مبنية على الشغال والعمل، وإن شاء الله بإذن الله حنا هذا الموسم إن شاء الله غنقولوا الكلمة ديالنا لا في كأس العرش ولا حتى في البطولة، إن شاء الله غنكونوا خصوم ندية إن شاء الله للفرق اللي تنافسوها. كما قلت المقابله ممكن تسهل، مقابله صعيبه، حنا عارفين كنا لان برشيد مجروحين بهزيمتين، يعني ومع فدارهم مع اولين حقوا ثلاثه نقط، حنا بيدنا كنا جايين باش نحقوا ثلاثه نقط، كما شفتي الشوط الاول ضغطنا عليهم سجلنا هدف، كنا ممكن نسجلوا الهدف الثاني مش سجلناه، دخلنا في الشوط الثاني يعني شويه برشيد ضغطوا علينا كما شفتي تسجلنا الهدف، وكان بامكاننا حنا كنا نخرجوا بنقط ثلاثه لضربه جزاء واضحه في الاخر ما صفرناش الحكم، حنا ما غادي ندخلوش في هذا الشيء هذا، الحمد لله نقطه احسن من والو، ان شاء الله نزيدوا نشتغلوا ونزيدوا نكملوا في هذا المسار اللي حنا ماشيين فيه، ونتمنوا من الله اللي ما يجي يكون احسن ان شاء الله. يعني هذا العام الحمد لله بعد انتدابات اللاعبين يعني عطاو شويه الاضافه للفريق،
كما شفتي الست انتصارات يعني الحمد لله تا يعني بخارج الديار جبتي تعادل النقطه هي تاهي ثمينه. نتمنوا من الله ان احنا ان شاء الله يوم الاربعاء ماتش مع اسفي وعنا مباراه مهمه في دومي فينال مع حاجه قادر. نتمنوا من الله اللاعبين يزيدوا يجتهدوا نكونوا في احسن العطاء ديالنا ان شاء الله مقبلة اللي جاي. الحمد لله كما كيعرف الجامع كما كتقول نقطه خير من والو، اللهم نقطه ولا والو. احنا بغينا نحققوا الفوز، ما حققناش ما فوزناش الله سبحانه وتعالى. فريق ما كانش يسهل، فريق برشيد قوي لعب معنا بقوه والدراري اللي عملوا لنا اليوم وكانوا رجال. ما جبناش الا ثلاثه نقاط ان شاء الله فيها خير، نقطه خير من والو، ونجيبوا ثلاثه نقاط في الماتش اللي ماجي ان شاء الله. نساو هذا الماتش هذا ونفكروا في الماتش اللي ماجي، والدراري كانوا عازمين المقابله بقوه باش نحققوا فيها ثلاثه نقاط ما فيها خير. نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله اللي ماجا ان شاء الله ونحققوا فيها الفوز اللي نديوها للجمهور ديالنا. كما كتشوف العدم الموسم اللي فات ما كانش سهل، جوزنا صعيب وبدينا بعد الموسم هذا نستانا في هذاك الموسم اللي فات، والحمد لله المكتب ولا الستاف ولا الرئيس عملوا الخدمه ديالهم وجابوا اللعابه اللي كتشوفوا بمستوى. ونتمنوا من الله نحققوا شي لقب في هذه السنه هذه اللي نديوها للرئيس ديالنا والستاف والاداره والجماهير تطوان كلها ان شاء الله. هاد المقابله ما كانتش سهله كيف شفتوا، كانت نديه في المقابله. فريق برشيد ماشي بفريق سهل، حنا قمنا ب يعني اللاعبين كل اللاعبين يعني قاموا باللي عليهم، يعني ادوا مقابله جيده. كتعرف كره القدم ما فيها ثقه، يعني استقبلنا هدف حتى لاخر الدقائق، فالحمد لله حنا غادي نواصلوا العمل ونجتهدوا اكثر باش ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه اللي تخلينا نكونوا في سبوره الترتيب. باش نقول لك حنا يعني بفضل المدرب بفضل المكتب المسير والرئيس الفريق، فالحمد لله يعني يعني كنحسوا براسنا كعائله ماشي كلاعبين ولا كفريق، حنا عائله. هذا هو نقطه القوه ديالنا. الحمد لله كن يعني كنلعبوا كجروب ماشي كفرد، الحمد لله يعني هذه هي قوه النقطه ديالنا. وحنا ان شاء الله كنقول كنستمروا ان شاء الله باش نزيدوا نحسنوا يعني ونتطوروا باش نفرحوا الجماهير الكبيره اللي كنشكرها من هذا المنبر هذا اللي يعني كتبعنا فين ما مشينا ولا كتعمر التيران ولا كتعاوننا. يعني كنشكرهم من هذا المنبر هذا. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.